بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، كتاب سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين آمين. الباب 16 من الكتاب الثاني، كتاب الصلاة، باب في كنس المسجد. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام أبي داود في سننه الحديث 61 بعد 400، يقول: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم القزاز قال: أخبرنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وهذا فيه الحث على نظافة المساجد وإخراج القذى منها، وفيه أيضا الحث على من حفظ آية أو سورة من القرآن أن يتعاهدها في صلواته وفي خلواته طول عمره، حتى لا ينساها، حتى لا يكون ممن قال الله فيه: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا من القرآن ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا. باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. يعني لو قدرنا نعمل مدخل خاص للنساء ومخرج خاص لهم يبقى أفضل، كل ما نستطيع أننا يعني لا نجعل الرجال والنساء يتزاحمون في مكان واحد يبقى لا بأس. إنما وجود ستارة حاجز بين المأمومين وبين المصليات هذه بدعة عصرية تحول بين متابعة الإمام، حتى لو نسي الإمام لا يدرك النساء كيف نسي. يقوم مثلا من التشهد الأوسط بدلا من أن يقرأ التشهد فيقوم يقرأ الفاتحة، في هذه الحالة ليس عليه أن يعود. فلو كان النساء يصلين في مكان لا يرون الإمام يجلسن هما لقراءة التشهد ويكون الإمام واقفا يقرأ الفاتحة، فيقول هو الله أكبر، يقومون هما لقراءة الفاتحة وهو يكون راكعا، ويختل نظم الصف بسبب أنهم لا يرون الإمام ولا يرون الصفوف. وكان النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصور الصحابة والتابعين إلى يعني قرون عديدة كانت تصلي خلف الرجال دون ساتر ولا حاجز ولا جدار ولا ستارة حتى يتم المتابعة بالرؤية. ولكن نشأت ناشئة عجيبة الشكل، بقت الآن تعمل مدخل خاص بحجرة خاصة منفصلة تماما عن ساحة المسجد، تدخل النساء فيها لا تعرف حتى أين القبلة ولا أين الصفوف ولا هل الإمام في الركعة الأولى أم الثانية، هل هو واقف أم جالس، هل هو راكع أم ساجد، لا يعرفنا شيء. فكيف يتابعنا الإمام؟ وإذا انقطع التيار الكهربي لا تستطيع أن تتم الصلاة. فشيء عجيب، هذا يعني ضد فقه المسلمين. وللأسف انتشر معظم المساجد التي تبنى حديثا تبنى بهذه الصورة، لكن هو المقصد أن يكون ساحة المسجد واحدة ولكن يكون هناك مدخل للنساء ومدخل للرجال، يبقى في باب تدخل منه النساء وباب يدخل منه الرجال، والباب الذي تدخل منه النساء يخرجن منه، والباب الذي يدخل منه الرجال يخرجون منه، لا بأس.
فإن خرج بعض الرجال من باب النساء لا بأس برضه، ولو دخلت بعض النساء من باب الرجال لا بأس برضه. يعني ليس فيها ارتكاب محرم كبير، يعني الأمر بسيط. المسلمون رجالا ونساء يسيرون في الشوارع ويسيرون في الأشواق في الأسواق ويحجون معا ويزورون النبي صلى الله عليه وسلم معا، فما فيش يعني مش معتزلين احنا عن النساء ولا النساء معتزلة عن الرجال. لكن هناك آداب، هو عدم الاختلاط، عدم النظر إلى عورات الناس، غض الطرف، عدم الكلام مع النساء بغير ضرورة، وعدم كلام النساء مع الرجال بغير ضرورة. بس هذه الآداب تراع، ويكون النساء محتشمات متلفعات بحجابهن وخلاص. لكن مش معنى كده ان احنا ندخلهم، نخلي النساء تصلي في شارع تاني وتسمع من الميكروفون وقول الله أكبر، ما ينفعش. كيف يتمعن الصلاة؟ فده شيء عجيب. باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. لو كانت المسألة اختلاط الرجال بالنساء أمر بهذه الخطورة لجعل الله للرجال حج وللنساء حج. الرجالة تحج يوم عرفة والنساء تحج بعدهم بشهر وخلاص، يبقى حج كله ستات وحج كله رجال، وبعدين الأطفال يجي يحجوا إن شاء الله بعد شهر كمان، وتبقى ما ينفعش. يعني ربنا ما عملش كده. يعني الحج وهو أكثر من أكبر نسك يعرفه المسلمون كل عام يتكرر، هو أكثر اختلاط يحدث فيه. وفي هذا الحج اللي فيه الاختلاط يحرم على المرأة أيضا أنها تغطي وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفها كمان، لأننا احنا مش مأمورين أننا أصلا ننظر في وجوه النساء سواء مغطية ولا مش مغطية. احنا مأمورين أننا نغض الطرف. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضون من أبصارهم. مش هي قطعة قماش هي اللي هتبقى تجعل فيه عفة أو عدم العفة. العفة ده خلق وسلوك وإيمان. حتى ولو انفرد رجل بامرأة وعنده عفة لا يقرب، حتى ولو دعته امرأة ذات مال وجمال يقول إني أخاف الله. لكن للأسف أصبحوا إيه ناس الوقت حتى في الحج يحكم على امرأته تبقى مغطية وجهها مخالفة للشرع الشريف برضه. طب وليه؟ ما الشرع بيقول في الحج في أثناء الإحرام تكشف وجهها. فالأمر بسيط. فأصبحت عصبية أكثر منها ديانة. أصبح المسألة عصبية وتعصب أكثر منه تدين، وهذا خطأ. لابد أن تكون الحكاية كلها لله، لا تعصب ولا طبع، ولكن هو دين. ربنا قال لك غطي الوجه هنا حاضر، اكشف الوجه هنا حاضر، صلي هنا مع الرجال حاضر، عملنا باب للنساء حاضر. أكل الحكاية سهلة، إنما من غير تشنج. لكن هذا الزمان زمن التشنج. باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن عمر وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى مش بيقولها على سبيل العزم، يعني النبي كان عنده كذا باب، فبيقول للصحابة لو تركنا هذا الباب للنساء يعني يبقى خير. فالصحابة بقت ايه خلاص تسيبه، وبعض الصحابة ما كانوش حاضرين لما النبي قال كده، كانوا يدخلوا بقى خلاص مش مشكلة، مش أزمة كبيرة، يعني حط حراس واللي داخل من باب النساء نطخه بالنار، مش كده المسألة، مش بهذه الصورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء يعني لكان أحسن. يبقى في مقدر هنا، كان يقول ايه لكان احسن. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. سيدنا عبد الله بن عمر كان قاعد في الوقت دي في الايه في القعده دي، فمن ساعه ما النبي اشار لهذا الباب ما كانش ايه يدخل من الباب ده خالص حتى مات. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو اصح. وعنه به قال حدثنا، يعني بدل ما يقول عن ابن عمر قال عن عمر، ده الأصح. يعني الإسناد جاي إما عن عبد الله بن عمر أو عن عمر. وعنه به قال حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين قال حدثنا إسماعيل عن أيوب
عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره بمعناه وهو أصح. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال: حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء. باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، اللي هو الذكر الذي يقوله الإنسان عند دخول المسجد. وعن أبي قال: وارد طبعا أذكار مشهورة كثيرة، أعوذ بالله العظيم وسلطان القديم، أعوذ بالله العظيم وجيه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويدخل برجله اليمنى. ده مشهور، كل المسلمين الحمد لله حافظين. وهو خارج يقول ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، مش كده برضو؟ أو ايه؟ أجرني من النار، برضو وارد إن يقول أجرني من النار. كل دي أدعية واردة. ويخرج في الخروج بقى يقدم ايه؟ القدم اليسرى. باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد. وعن أبي قال: هنا منهي سيدنا عمر في الباب الأول ده يعني إن بيشهر ما كان يحبه النبي. لأن خد بالك إن ما كانش فيه وسائل إعلام كافية، كان النبي يقول الكلمة اللي مجموعة اللي قاعدة هي اللي عرفت، الباقيين قد لا يعرف. وبعدين في ناس بتدخل في الإسلام جديد بيكثر الناس، فكان سيدنا عمر بن الخطاب ينهى الناس علشان يشهر كلام النبي، إن النبي هو رغبته كده. يا جماعة رغبة النبي كده، محدش يدخل من الباب ده حتى في خلافه. أدي كل الحكاية. باب الكراهة يعني. ما هي كلها باب، لا لا ده باب الآداب حتى. باب الآداب. باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال: سمعت أبا حميد أو أبا حسين الأنصاري رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وعن أبي قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور. هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيترجم القرآن. ليه خلى الفضل في الخروج وخلى الرحمة في الدخول؟ كأنه بيترجم القرآن، مش بيقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من إيه؟ من فضل الله. يعني لما تقضي الصلاة وتنتهي وتخرج تبتغي من فضل، فقال لك إيه؟ وأسألك من فضلك. فكأن أحاديث النبي هي ما هي إلا تطبيق عملي لآيات القرآن. ببساطة ولطف. عشان كده اللي ما قراش أحاديث النبي يقول لك: ليه هو النبي ليه ما فسرش القرآن؟ لأنه جاهز، لو قرا سيرة النبي وقرا كلام النبي أحاديثه يعرف إن ده تفسير النبي للقرآن. هو تفسير النبي كان تفسير عملي وقولي. الأقوال موجودة في 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 السنن، كتب السنن والمسانيد والصحاح والمشهور. وسلوكه في الحياة وتعامله مع الناس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي يقرأ سيرة النبي ويقرأ كتب السنة يعرف تفسير النبي للقرآن صلى الله عليه وسلم. يا سيدي، أيوة. فهل المراد بقوله المسجد فليسلم على النبي هو المسجد النبوي فقط؟ المسجد أي المسجد الألف واللام هنا لإيه؟ لا لجنس المسجد، للجنس وليس للمسجد المعبود اللي هو المسجد المديني. يعني ما احنا قلنا الالف واللام قد تطلق ويراد بها الجنس، جنس المسجد، وقد يطلق الالف واللام ويراد بها العهد اي المسجد المعهود وهو مسجد النبي في المدينه، او يراد بها الاستغراق، يعني كل المساجد. كويس؟ كل المساجد الموجود، اما تدخل اي مسجد من المساجد الموجوده يبقى الالف واللام قد تقتضي الاستغراق، الاستغراق او تقتضي الجنس أو تقتلي العهد. واخد بالك؟ بمعنى قوله فليسلم أي يصلي.
فليسلم على النبي، يعني يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أخذ بالك هذه معنى، زي ما أنت برضو لما بتيجي تصلي بتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في الصلاة. وكأن النبي موجود في كل مكان يذكر فيه الله، موجود في كل مكان، موجود في كل مكان، متعدد في الوحدة ومتأحد في الكثرة صلى الله عليه وسلم. ده عجيب قوي. لا مش عجيب ولا حاجة، العجيب هو الشيطان بس. إذا كانت الناس متصورة ومؤمنة إن إبليس موجود معاهم في كل مكان يوسوس لهم، إبليس وهو أخس خلق الله، يجي تقول له ما سيدنا رسول الله موجود في كل مكان يتعجب، إيه ده إزاي؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، وإنت في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي، حيثما حللت في بيتك تقول كده، في المسجد تقول كده، في الشارع تقول كده، صليت في ماليزيا هتقول كده، صليت في القاهرة هتقول كده، صليت في السعودية هتقول كده السلام عليك أيها النبي، في أمريكا هتقول السلام عليك أيها النبي. خطاب الحاضر، خطاب الموجود، لأن النبي أصلا رحمة للعالمين، ولولا انتشار الرحمة ما تكلم متكلم ولا ذكر ذاكر ولا رزق مرزوق أصلا. فسريان الرحمة في كل مكان وفي كل ذرة في الأكوان، ده وجود النبي مش كده برضو؟ مش وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تستغنى عن الرحمة في أي لحظة؟ ما تقدرش تستغنى عن الرحمة، ده أنت بغير الرحمة لا وجود لك أصلا، ترجع عدم كما كنت. فيبقى وجودك ده واستمرار وجودك ده بمدد الرحمة اللي هو إرسال النبي. وعشان كده بتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله على طول. وبعدين يقرأ في حديث الإسراء والمعراج، سيدنا موسى مش كان ميت لما سيدنا الرسول الله أسري به؟ طيب سيدنا الرسول الله في حديث الإسراء يقول إيه؟ رأيت موسى بن عمران قائما يصلي في قبره، مش كده؟ وبعدين راح بيت المقدس لقى موسى بن عمران بيصلي مع الناس خلف النبي، وبعدين طلع السماء السادسة لقى موسى بن عمران. يبقى موسى بن عمران موجود في قبره ولا في السماء السادسة ولا في المسجد الأقصى؟ يبقى حتى الأنبياء السابقين موجودين في أماكن كثيرة في وقت واحد، لأن الإسراء ده كله كان في وقت واحد، موجودين في أماكن متعددة بعد وفاتهم في مكان واحد في أماكن متعددة. حديث الإسراء بيثبت ذلك، مش كده؟ سيدنا إبراهيم صلى خلف النبي في المسجد الأقصى وجميع الأنبياء، وطلع السماء لقى سيدنا عيسى وسيدنا يحيى وسيدنا يوسف، ولقى سيدنا إبراهيم عند السماء السابعة مسندا ظهره على سدرة المنتهى، مش كده؟ برعوا على البيت المعمور. كأننا بنقرأ الأحاديث ومش مدركين إن النبي ما هو النبي زي بيت الأنبياء، الأنبياء في برزخهم موجودين في كل مكان وهم في برزخهم، نقوم يجي النبي وبرزخه مش عايزينه يبقى موجود في كل مكان؟ طب ما هو الأنبياء كده، اقرأ حديث الإسراء تفهم. لأن عالم الأرواح غير عالم الأجساد، أنت عايز تحكم عالم البرزخ بعالم الأجساد اللي أنت عايشه دلوقتي، لا، ده ليه قوانين مختلفة تماما أنت لا تدركها الآن، واخد بالك؟ وعلى شكلها إذا اختلفت العوالم اختلفت القوانين، فأنت ما تحكمش قوانين عالم في قوانين عالم آخر، ده أنت في نفس العالم ده في ناس تتنفس الهواء، حيوانات تتنفس الهواء، وحيوانات تتنفس الماء، مش كده برضو؟ فالحيوانات اللي عايشة تحت الماء لو حكمت بعقلها على الحيوانات اللي عايشة فوق يقولك دول ميتين، صح ولا لا؟ لأن لا تتصور السمكة أن تعيش بغير ماء لأنها تتنفس الماء، ففي نظرها الإنسان ميت، مش كده برضه؟ ولو واحد إنسان مخه ضيق في نظر كل من تحت الماء ميت، لأنه لا يتصور أن يتنفس تحت الماء. إذا كان في عالم واحد القوانين تختلف، في عالم واحد وهو عالم الدنيا بتختلف، وتبقى في حياة تحت ماء وحياة مش كده، وإذا في حياة في النار
ده وجدوا بعض الكائنات الحية موجودة جوه النار، يعني يخشوا في حتة براكين، براكين براكين ودرجات حرارة رهيبة، وبعد كده يدوروا بالميكروسكوب يلاقوا فيه بعض الكائنات الحية، حية حياة في نار بآلاف آلاف الدرجات المئوية، ازاي غير موجود؟ والعلم يثبت، علشان يثبت لك بعد كده انك انت ما تتصور ان ازاي اهل النار يبقوا في النار وبيتكلموا وان مش هيموتوا. يوم هو ربنا عامل لك نموذج في الدنيا عشان تعرف ان الحكاية كلها بقدرة الله عز وجل. فلا تتصور يعني ما تتعجبش ان يبقى ابليس بيوسوس لك ويوسوس لي ويوسوس للناس كلها في وقت واحد، وان سيدنا عزرائيل ملك الموت بيقبض الارواح كلها من كل مكان في وقت واحد وهو مخلوق واحد، لان القوانين مختلفه، قوانين الملائكيه غير قوانين البشريه. سيدي أيوه. من انكر هذا الكلام فهو كافر؟ لا طبعا، لا يبقى جاهل، طبعا جاهل ضيق الافق. من انكر هذا الكلام يبقى ضيق الافق، لكن مسلم، هو في من المسلمين جهل ومبتدعين ويخالف السنة وما زال مسلم من أمة النبي، لكن الناس درجات تتفاوت في الفهم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال أقدت؟ قلت نعم. يعني هل سمعت كده بس ما عرفتش الباقي؟ كأن في باقي. قال أقدت يعني بس؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك بيكمل له بقى، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. يبقى دي بقية العبارة، دي فضيلة الايه؟ الذكر ده. يبقى ده يدل لك على ان ايه؟ على انهم كانوا يراجعوا بعض فيما ايه زاد عند بعضهم من علم ونقص عند الاخر، فكانوا يتبادلون الزيادة والنقصان. باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد اللي هي تحية المسجد. باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد اللي هي ايه؟ صلاة تحية. وعن أبي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. سجدتين يعني ركعتين، وهي من باب إطلاق الجزء ويربي الكل، مش كده برضه؟ يعني السجود جزء من الصلاة، لكن يطلق السجدتين ويقصد بها الركعة كاملة، وتسمى الركعة كاملة ركعة والركوع جزء منها، يعني تشمل القيام والركوع والرفع وهكذا، من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو زاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. يعني بعد ما يصلي الركعتين حب يقعد يقعد، حب يروح يقضي مصالحه يروح يقضي، بس على سبيل الاستحباب. يبقى إيه صلاة تحية المسجد؟ حكمها أنها مستحبة سنة وليست واجبة. كويس؟ طيب تصلى في أي وقت حتى أوقات الكراهة أم لا؟ خلاف مذهبي واسع، لأن هناك في أوقات الكراهة للصلاة، صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس،
ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكذلك نهى صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عن الصلاة عند الزوال، مش كده برضو؟ يعني قبل الظهر بحوالي ثلث ساعة كده. طيب افرض أنا دخلت المسجد في وقت الكراهة، كراهة الصلاة، فتنازعاني أمران، أمر بيقول لي ما تصليش وأمر بيقول لي صلي تحية المسجد، أقدم إيه؟ اختلف العلماء على مذاهب، ذهب من غلب التحريم أن الصلاة في وقت الكراهة منهي عنها، فغلب النهي فقال لا يصلي تحية المسجد في وقت الكراهة حتى ولو دخل المسجد وقت الكراهة. واضح؟ طيب دول مذهب مين؟ مذهب معظم العلماء، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد بن حنبل، قولين قول كده وقول زي الإمام الشافعي. وكذلك لو دخل والإمام يخطب الجمعة هل يصلي ركعتين ولا يقعد؟ نفس الحكاية. فمن قال لا يصلي تحية المسجد وقت القراءة قال أيضا لا يصلي ركعتي تحية المسجد عند وقوف الإمام للخطبة في صلاة الجمعة. والإمام الشافعي له توجيه لطيف، قال أن النهي عن الصلاة في وقت الكراهة تكون للصلاة التي لا سبب لها أصلا، سابق لها أو مقارب لها، بدليل أن النبي صلى بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد العصر في حديث في البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سيدنا بلال أنه ما توضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا وصلى ركعتين سنة وضوء ولم يستثني منه أوقات الكراهة. كويس؟ دي أدلة الإمام الشافعي التي استدل بها على أنها إن كانت الصلاة لها سبب سابق لها، سابق عليها أو مقارب لها، فله أن يصلي الصلاة في وقت الكراهة. أما إن كانت الصلاة لها سبب متأخر عليها فلا يصليها وقت الكراهة. واضح؟ أمثلة: الصلاة التي لها سبب سابق تحية المسجد لأن سبقها الدخول للمسجد، مش كده برضه؟ سنة الوضوء لأن سبقها الوضوء، مش كده؟ سنة فائتة لأنها فائتة لها سبب، أو قضاء فرض فات، أو صلاة الجنازة. واضح؟ طب وإيه الصلاة اللي ليها سبب مقارن؟ مقارن ليها صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، حتى لو جاء الكسوف وقت الكراهة تقوم تصلي صلاة الكسوف. طيب طيب صلاة الصلاة اللي ليها سبب متأخر عليها هيجي بعدها دي ما تصلاش بقى في وقت الكراهة. زي ايه؟ زي صلاة سنة الإحرام. أنا حصلي سنة الإحرام لكي أحرم بعدها، يعني السبب جاي بعدها، يبقى دي ما صليهاش وقت الكراهة. لو دخلت أنا مثلا في الميقات وأنا جاي من المدينة رايح على مكة، وقفت عند أبيار علي عايز أحرم بقى علشان طالع أعمل عمرة، وصلنا بعد العصر، يبقى أحرم بغير ركعتي سنة إحرام لأن ده وقت كراهة بالإجماع. طب ومن صلاها جاهل بالإجماع، واخد بالك؟ خلاص. طب افرض عايز يصليها يتوضا ويدخلها في سنة الوضوء. طب افرض مصمم يصليها وهو كان متوضي اصلا ومصلي سنة وضوء، يدخل المسجد ويصلي تحية المسجد. سهلة. واضح؟ سهلة الحكاية. ايه تاني؟ الصلاة اللي ليها سبب متأخر عليها ما تصليهاش وقت الكراهة، قضاء الحاجة والاستخارة. صلاة الاستخارة انت بتصلي الركعتين الأول عشان تقول الدعاء بعدها، وصلاة قضاء الحاجة بتصلي الركعتين الأول عشان تقول الدعاء بعدها، يعني سببها جاي متأخر عليه، يبقى دي ما تصليهاش وقت الكراهة. العلماء اللي كرهوا الصلاة في وقت الكراهة قالوا حتى صلاة الجنازة تؤخر، وهناك من العلماء الذين قالوا لا يصلى وقت الكراهة إلا الجنازة. يبقى مذهبان. واضح؟
والشافعي ما عندهمش مشكلة لأنها صلاة دي سببها سابق عليها، لأن السابق عليها إيه؟ إن العيان الـ الإنسان مات الأول، وإلا هنصلي عليه الجنازة قبل ما يموت، لازم يموت، يبقى سببها بقى سابق، فدخل عاد الشافعية يصلوا الجنازة في أي وقت، بس إحنا قاعدين مستنيينه يموت، وإحنا نقوم نصلي عليه. كويس؟ لكن الأحناف مثلا والمالكية لو مات إنسان وجاءت الجنازة بعد صلاة الصبح ينتظروا حتى تطلع الشمس وبعدين يصلوا عليه. يعني بيضربوا اثنين كده جنب الحيطة لحد ما تطلع الشمس وبعدين إيه؟ يصلوا عليه. الشافعية والحنابلة بيصلوا عليه على طول، حتى لو دخلت لحظة الشروق، حتى لو دخلت لحظة الغروب يصلوا عليه ويدفن على طول، مش مشكلة. واضح؟ يبقى لو دخل والإمام يخطب الجمعة على مذهب الشافعية يصلي ركعتين ويتخف ويتجوز فيهم والإمام يخطب الجمعة. واضح؟ لأنه تلبس بتحية المسجد بالدخول، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل واحد وهو بيصلي بيخطب الجمعة فأمره أن يقوم ليركع ركعتين في وسط الخطبة، فاستدل بهذا الحديث الشافعية على أنه يصلي ركعتين لو دخل أثناء خطبة الجمعة، ولكن يتجوز فيها. يتجوز فيها يعني إيه؟ يعني يقرأ الفتحة بس، يقرأ الفتحة بس، مش يقرأ بقى سورة البقرة ويطول بقى، يعني بسرعة علشان يجلس يقوم إيه؟ يصلي يسمع الخطبة. وقت خطبة الجمعة ده لأن واجب الإنصات، الإنصات واجب، مش للوقت، لا لوجوب الإنصات للإمام. تفضل يا شيخ. يبقى أثناء دخول إلى المسجد بعد الفجر علينا أن نصلي تحت المسجد وإن كان هناك مسجد ذكري؟ إذا كان هناك مجلس علم ودخلت على مجلس علم، هل تصلي أم تجلس مباشرة؟ تختلف الأحوال. إذا كان مجلس علم أنت عارفه بيتكلموا في موضوع أنت عارفه درس، يبقى خلاص صلي ركعتين تحية المسجد واقعد بعد كده اسمع اللي أنت عايز تسمعه. إذا كان مجلس ذكر صلي ركعتين، ما الصلاة أكبر حاجة، أكبر ذكر هي الصلاة، فتترك تحية المسجد علشان تقعد تقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا أنت ما تقولها، ما أنت بتقولها جوه الصلاة، ده جوه الصلاة أعلى. واضح؟ يبقى إذا كان مجلس ذكر يصلي تحية المسجد، وإذا كان مجلس علم ينظر، إذا كان علم إن فاته لا يفهمه أو علم نادر إنه يسمعه في أماكن أخرى يبقى يجلس على طول، لأن في حاجات يعني إيه أولويات. وإذا كان علم بيتكرر وإن ما يفوته ممكن يتجوزه يبقى يصلي ركعتين بسرعة زي وقت الخطبة ويجلس على طول. واضح؟ طب إن أراد أن يجلس دون أن يصلي يسبح، يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات أو أي عدد وبعدين يجلس على طول. ده لو كان شافعي يعني داخل وقت بعد صلاة الصبح، واخد بالك؟ لو كان شافعي المذهب يصلي، واخد بالك؟ ده التفصيل ده عند الشافعية، لكن اللي قاله ما يصليش ما فيهاش تفصيل، هيخش يقعد على طول سهل. والإمام مالك بن أنس اللي هو عنده الصلاة في وقت الكراهة أصلا مكروهة منهي عنها، داخل بعد العصر مرة المسجد فواحد قال له صلي ركعتين، فراح قام واقف الله أكبر صح مسلم على خلاف مذهبه، فقالوا له يا إمام يعني صليت بعد العصر وأنت تقول أن الصلاة مكروهة؟ قال خفت أن أكون ممن قال الله فيهم إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، وقلد من إيه؟ من صلى في وقت التراويح. يعني الأئمة حتى مش متعصبين لآرائهم، يعني حتى الأئمة نفسهم مش متعصبين لآرائهم. المتعصب ده أصلا جاهل، يعني التعصب ده علامة الجهل، لأن ده عنده دليل وده عنده دليل وده عنده دليل، وكل إمام بيختار ما يستريح له، لكن في نفس الوقت لا يسفه آراء من اختار خلاف ما قال. باب في فضل القعود في المسجد.
غدا إن شاء الله نكمل بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر أمورنا ويسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. عدد خلقك